بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط، النهاردة مع بعض هناخد الوحدة الجديدة والدرس الثامن، الخلفاء الراشدين أو الراشدون وأخلاقهم وخلافتهم. نفتح كتاب الطالب مع بعض صفحة 70. أول حاجة يا أولاد، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفى عام 11 هجري. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أو رأى المسلمون أنهم يختاروا ما بين صحابة رسول الله علشان يتولوا أمر المسلمين. اختاروا ما بينهم أربعة لقبوا بالخلفاء الراشدين. طب ليه لقبوا بالخلفاء الراشدين؟ قالك علشان أنهم صاروا في حكمهم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طريق الرشد. طيب مين هم الخلفاء بقى الراشدين؟ لو مين نيجي نشوف مع بعض، لما نيجي نشوف مع بعض يا أولاد هنلاقي الخلفاء الراشدين الأربعة بالترتيب: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. نيجي بعد كده يقول لك فضائل الخلفاء الراشدين. فضائل الخلفاء الراشدين يعني الحاجة اللي خلتهم يتميزوا بأن هم يكونوا من ضمن الإيه؟ الخلفاء، أو يكونوا هم اللي يتولوا أمر المسلمين. قال لك إيه؟ اجتمع في الخلفاء الراشدين العديد من الفضائل الكثيرة اللي ميزتهم عن غيرهم. زي إيه؟ أول حاجة أنهم سابقون في الإسلام، أنهم دايما كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لازموا الرسول. قال لك شهدوا الغزوات مع الرسول، من العشرة المبشرين بالجنة من أعلم الصحابة، يعني كان ربنا سبحانه وتعالى عطيهم العلم والفطنة زي أمثال عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان. ربنا سبحانه وتعالى كان أنعم عليهم بالعلم. طيب ننتقل بعد كده لما نيجي نشوف، نبدأ بأول خليفة أبو بكر الصديق. طيب أبو بكر الصديق، الصفات اللي موجودة كان في أبو بكر الصديق؟ قال لك كان ملازم للرسول قبل البعثة وبعد البعثة، أول من أسلم من الرجال، صاحب الرسول في الهجرة، تزوج الرسول من ابنته عائشة، شهد جميع الغزوات مع النبي، أول أمير أرسل إلى الحج، استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس عندما اشتد به المرض، أشار القرآن الكريم إلى منزلة أبو بكر الصديق في العديد من الآيات. دي الحاجات المميزة لأبا بكر. طيب لما نيجي ننتقل بعد كده ونشوف عمر بن الخطاب. طب عمر بن الخطاب ايه الحاجات اللي ميزت سيدنا عمر بن الخطاب؟ طبعا سيدنا عمر بن الخطاب عز الله به الإسلام، لقبه النبي بالفاروق، خلاص تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة، أول من لقب بأمير المؤمنين، شهد الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أول من اتخذ التاريخ الإيه؟ الهجري. طيب عثمان بن عفان، ننتقل إلى عثمان بن عفان. عثمان بن عفان صاحب الهجرتين، هاجر للحبشة يا أولاد، أول هجرة زي ما احنا عارفين، وهاجر برضو إلى المدينة، لازم الرسول طوال حياته، لقب بذو النورين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه رقية، ولما توفت زوجه أختها أم كلثوم. تستحي منه الملائكة، حضر جميع الغزوات عدا غزوة بدر. طب ليه يا أستاذ عدا غزوة بدر؟ لأن الرسول أمره أنه يكون بجوار زوجته إيه؟ رقية اللي كانت إيه؟ مريضة. أحد كتاب الوحي، أول من جمع الناس على قراءة واحدة للقرآن الكريم. طيب نيجي نشوف آخر الخلفاء الراشدين، علي بن أبي طالب. طبعا إيه اللي بيميزه؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الصبيان، تزوج السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد كتاب الوحي، فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، ناصر النبي في كل شيء، شارك في جميع الغزوات عدا غزوة تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في المدينة، يعني قال له أمره أنه يجلس في المدينة أي لمراعاة أهله. طيب وبكده نكون
يعني وضحنا المميزات أو الفضائل للخلفاء الراشدين. طيب تعالوا نشوفوا كل خليفة من الخلفاء دول تولى الحكم إزاي. أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون في بني ثقيف، في ثقيفة بني سعادة، وانتخبوا أبو بكر الصديق ليكون خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، واستمرت خلافته من 11 هجرية حتى 13 هجرية، يعني كل اللي قعدوا في الخلافة عامين وبضعة أشهر، وتوفى وعمره 63 عام. عمر بن الخطاب لما أبو بكر جه توفى كان أوصى قبل ما يتوفى إن اللي يجي بعده مين؟ عمر بن الخطاب، واستشار كبار الصحابة في ذلك. استمرت خلافة عمر من سنة 13 هجرية حتى 23 هجرية، يعني قعد 10 سنوات. وطبعا في نهاية خلافته توفى أو استشهد نتيجة طعنه بخنجر مسموم أثناء الصلاة من رجل يدعى أبي لؤلؤة الإيه المجوسي، وتوفى وهو عنده 30 63 عام. طيب نيجي بعد كده عثمان بن عفان. عمر بن الخطاب وهو بيموت قال لك إن خلافة المسلمين تكون في ستة من الصحابة ليكون أحدهم الخليفة. طبعا الستة من الصحابة مين؟ كان عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص. واختير عثمان بن عفان ليكون خليفة المسلمين، واستمرت خلافته حتى سنة 35 هجرية، يعني قعد 12 عام في الحكم، واستشهد على يد فئة من الخوارج كان عمره في الوقت ده 82 عام. آخر خليفة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بعد استشهاد عثمان بن عفان تشاور الصحابة بينهم فاتفقوا على تولية علي بن أبي طالب الخلافة، واستمرت خلافته حتى سنة 40 هجرية، يعني قعد 5 سنوات في الخلافة، واستشهد وهو يصلي الفجر على يد عبد الرحمن بن ملجم أحد الخوارج، وكان عمره في الوقت ده 63 عام. وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاعنا اليوم. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.